فين السياحة الأوروبية؟ هل وزارة السياحة المصرية مش محتاجة أوروبيين؟ ليه ألمانيا فتحت لتركيا وما فتحتش لمصر؟ عاملين في القطاع السياحي في الوقت الحالي بيحتضروا، والسياحة في مصر عصبها وعمادها هو الأوروبيين، فلازم يكون في تحرك إيجابي من وزارة السياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق المنشاوي وحديث جديد عن قطاع السياحة وكل مستجداته. أتمنى يا رب أن كل المختصين بقطاع السياحة يكونوا بألف خير، وعارف أن التأثير السلبي قوي جدا المرة دي، ولكن إن شاء الله أزمة وهتعدي بإذن الله. النهاردة عندي سؤال، وعلى ما أعتقد أن السؤال يهم كل المتعلقين بقطاع السياحة والمختصين في قطاع السياحة، ألا وهو فين السياحة الأوروبية؟ وإيه هي التحركات المصرية في الوقت الحالي لإعادة السياحة الأوروبية؟ وهل السياحة الأوروبية ما بتسافرش؟ وهل القطاع السياحي مش محتاج السياحة الأوروبية؟ على ما أعتقد إن في أسئلة كتيرة جدا 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 تحوم في الأمر ده، خاصة بعد إعلان ألمانيا إن هي هتسافر لتركيا، وكان في خطوات سريعة جدا، وأعتقد إن هي كانت منظمة وبدأت إن هي تعلن، لأن يوم 6 أغسطس أعلنت ألمانيا إن هي هتفك الحظر عن تركيا، ويوم 7 أغسطس تيلي أعلنت إن هي هتبدأ أول رحلاتها غدا إلى تركيا، وفعلا تم أول رحلة من ألمانيا إلى تركيا في الفترات اللي فاتت يوم 8 أغسطس. طيب، هل احنا بنتكلم بس على السياحة الأوروبية، يعني الجنسيات الأوروبية بس بنتكلم عليها؟ لا، نفس الكلام ينطبق بالضبط على السياحة الإنجليزية. وكمان في عندنا 4 دول صرحوا وقالوا ان احنا ما عندناش اي قيود ولا اي موانع للسفر لمصر، وكانت الدول دي هي الدول الاسكندنافية. طيب، خلينا نشوف الأسئلة الأول. هل الشعب الأوروبي بكل جنسياته ما بيسافرش؟ لا، الشعب الأوروبي بيسافر، بدليل ان شركة ألتاليا الإيطالية، شركة الطيران الإيطالية، أعلنت وقالت ان هم بيحاولوا دلوقتي يزودوا عدد الرحلات بتاعتهم، وهيكون نصيب الشرق الأوسط 6 رحلات أسبوعية، وهم بيحاولوا ان يوصلوا ل 1050 رحلة أسبوعية حول العالم. وقالوا كمان ان هم كان عندهم حوالي 38 او 40 طيارة كانت بتسافر اسبوعيا داخل اوروبا، وان هم زودوا الرقم ده بعد ما حصل ان بعض الدول تفك الحظر عنها وبدأت ان هي تسافر لها. وذكرت ان الدول اللي بتستهدفها في الشرق الاوسط هي تونس والجزائر وما تدعى اسرائيل زائد مصر. ولما جت تكلمت عن مصر ما ذكرتش مصر كدولة، ذكرت ان مطار القاهرة او القاهرة. طيب، ده بيدل على ان الايطاليين بيسافروا، وبيسافروا في دول كتيرة وعدة. المانيا زي ما قلنا بالظبط ان هي رفعت الحظر عن تركيا ونفذت بالفعل رحلات الى تركيا، بلس ان هي كانت اوريدي بتسافر لكل دول اوروبا وخارج اوروبا كمان، لكن كانت حاطة مصر في الريد زون. انجلترا حقيقي ما وصليش معلومة هل هما بيسافروا ولا بيسافروش، ولكن كل اللي اعرفه ان شركة توي اعلنت ان في خلال شهر اوغست ان هما هيفتحوا الحجز، لان عندهم توقعات ان الحكومة البريطانية هترفع الحظر عن مصر، وان سبتمبر هيكون اول طيران ليها لمصر، وطبعا مفيش حاجة لحد دلوقتي اتنفذت. اذا في سفر للدول اللي احنا بنتكلم عليها. فرنسا وبلجيكا يعني الى حد ما شوية عندهم زيادة في الاعداد في الوقت الحالي، فلسه ما اخدوش قرارهم نهائي، وفي بلجيكا قفلوا تقريبا محافظتين وعملوا لها عزل كامل. هولندا عندها فتحوا خلاص، الدنيا موجودة هناك، ولكن لسه ما فتحوش السفر خارج هولندا. طيب، ليه تركيا؟ ليه ألمانيا لتفتح لتركيا؟ الأمر سياسي. احنا نعلم ان في اعداد زيادة بتحصل دلوقتي في ألمانيا، ولكن هي رفعت الحظر عن تركيا وسافرت. طيب، لما نيجي نقارن الحالة في تركيا بخصوص الكوفيد 19 مع مصر، هنلاقي ان الحالة مصر احسن بكتير جدا. طب ليه هي فتحت لألمانيا؟
فتحت لتركيا وما فتحتش لمصر. وخلينا نقول الارقام. الارقام بالنسبه لتركيا كانت في عندهم اجمالي عدد الاصابات اللي موجوده هناك حوالي 240,000، واجمالي عدد الوفيات حوالي 5800 بلس. طيب لما نيجي نتكلم عن مصر، مصر عندها 95,000 حاله اصابه كاجمالي اصابات، وعندها 5000 حاله وفاه. الريكفري عند تركيا اقل بكتير جدا من مصر، ولكن هل احنا بنتكلم النهارده على الريكفري ولا بنتكلم على ان الاعداد والحصيله اليوميه؟ الحمد لله وزاره الصحه عندنا عملت مجهود كويس جدا، عدت فتره الازمه وفتره الذروه اللي كانت موجوده فيها، بعد ما كنا بنحصد يوميا اعداد اصابات 1600 و1500، النهارده بنتكلم ما بين ال 100 وال 150. في ريكفري يوميا؟ في ريكفري يوميا وتقريبا بتوصل للالافات. ده شيء كويس؟ ده شيء كويس. طب المقارنه لو هنقول ان الاثنين متماثلين، طيب ليه المانيا فتحت لتركيا وما فتحتش لمصر؟ هل يجب تحرك من الوزاره وزاره السياحه والاثار لالمانيا وان احنا نتكلم؟ لازم طبعا، ومش بس المانيا، لكل دول اوروبا وكمان انجلترا. ليه لحد النهارده مش سامعين ان في تحركات؟ طيب هل السياحه هل وزاره السياحه المصريه مش محتاجه الاوروبيين؟ لا طبعا محتاجه الاوروبيين. والسياحه في مصر عصبها وعمادها هو الاوروبيين، الجنسيات الاوروبيه. احنا النهارده بنتكلم ان البنك المركزي لسه مطلع تصريح قريب بيقول ان احنا الربع الاولاني من سنه 2020 السياحه ايراداتها بتهبط الى 11.4%، اذا في هبوط. وبالفعل احنا بنتكلم ان في اول من اول شهر يناير لحد شهر مارس، النص الاول من شهر مارس كان الاشغالات كويسه جدا وكان السياحه كويسه جدا، الى ان حصل المشكله بتاعه الكوفيد 19. يعني النص الثاني من شهر مارس هو اللي كان السبب في الهبوط 11.4. هو كمان البنك المركزي لما كان بيقارن السنه الماليه ل 2019-2020 مع السنه الماليه 18-19 في ايرادات السياحه، قال ان 19-20 كان السياحه محققه 9.6 مليار دولار مقابل 9.39 مليار دولار. اذا احنا كنا احسن في العام المالي لحد ما حصلت الجائحه لحد شهر مارس. والكلام غير معلن، ما قالوش البنك المركزي ان خساره السياحه لحد دلوقتي تقريبا تتعدى 11 مليار دولار. طيب اذا احنا محتاجين كل السياحه انها ترجع لمصر تاني وترجع بسرعه جدا. طيب هل العاملين في السياحه مش محتاجين الاوروبيين؟ طبعا هم محتاجينهم جدا. القطاع السياحي بشكل عام سواء مستثمرين او عاملين محتاج ان السياحه ترجع باسرع ما يكون. القطاع السياحي في الوقت الحالي بيلفظ انفاسه الاخيره. العاملين في القطاع السياحي في الوقت الحالي بيحتضروا. في منهم كتير خرج بره قطاع السياحه ودور على اشغال تانيه علشان يسدد التزاماته الماديه. الناس متضرره بشكل كبير جدا. واحنا مش هنكرر تاني كلامنا، وفي كل مره لما نيجي نتكلم هنقول ان السياحه بتعتمد اعتماد رئيسي على العامل البشري. العامل البشري النهارده بينفر من القطاع السياحي، يعني لو السياحه رجعت ان شاء الله باذن الله عن قريب ممكن نواجه مشكله اكبر، ان احنا مش لاقيين موظفين نشغلهم. طيب هل الاوتيلات خلاص بقت فول كاباستي ومش محتاجين السياحه اكتر من كده؟ لا طبعا، انتوا عارفين ان كل الاوتيلات كانت الفتره اللي فاتت بتحاول تجري على قد ما تقدر علشان تحصل على شهاده السلامه الصحيه. وبالفعل خلينا نقول 50% من اوتيلات مصر حصلت على الشهاده، ولكن 50% من ال 50% دي ما فتحوش، وما زالوا مغلقين الاوتيلات بتاعتهم، وما زالت في خساره يوميه بتحصل. وانا كنت ذكرت قبل كده في فيديو من الفيديوهات ان تقريبا قفله الاوتيل بالشكل ده مع عدم اي دخل، تقريبا المصاريف الشهريه فقط حوالي 2 مليون جنيه، بتختلف من اوتيل لاوتيل. ففي خساره؟ في خساره. طيب هو ايه المطلوب؟ المطلوب بشكل بسيط وسهل جدا ان يكون في طريقه تواصل
بان وزاره السياحه توصل لنا خطواتها وحركاتها اللي بتعملها في الصدد ده، لان حقيقي احنا مش حاسين باي تواصل ولا اي تحرك ايجابي من الوزاره في الوقت الحالي مع الدول اللي احنا بنتكلم عليها سواء الدول الاوروبيه او بريطانيا يعني. وحتى اللي بنسمعه في الوقت الحالي من الوزاره او من التحركات الوزاره، بنتكلم على العراق، بنتكلم على صربيا، بنتكلم على التشيك، بنتكلم الدول اللي مش هتقدر توقف السياحه على رجليها ولا ترجع السياحه في وقت ان شاء الله بسيط ان هي ترجع كما كانت من تاني. فلازم يكون في تحرك ايجابي من وزاره السياحه الى الدول اللي احنا بنتكلم عليها، وفي تكاتف مع المنظومة السياحية مع رجال الأعمال أو المستثمرين أو العاملين في القطاع السياحي اللي يقدروا يساعدوا في الموضوع ده، ونبدأ إن إحنا نكثف جهودنا بإن السياحة الأوروبية والبريطانية ترجع من تاني. طبعا في بعض الإجراءات اللي اتخذت الفترات اللي فاتت، زي مثلا شركة تيوي اللي أعلنت مؤخرا إن هي هتعمل تأمين شامل ضد الكوفيد 19 لكل الترافلرز بتوعها، وده خلى مبيعاتها تنط بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت، وخلاها تحرك اسطول الطيران بتاعها لكل انحاء العالم، والناس بدات تسافر. طيب هل الفكره دي ما تستدعيش ان احنا كمصر نفكر بفكره مماثله، او نفكر بشكل ايجابي بان احنا نعمل حاجه تجذب الدول دي لمصر؟ هل وزارة السياحة ما تقدرش بالتنسيق مع وزارة الصحة ان هي تحاول تضغط على الدول دي تعرف الاسباب الحقيقية بعدم السفر لمصر؟ هل الارقام اللي موجودة عندنا بالكوفيد 19 والاجراءات الاحترازية الكبيرة جدا اللي تم تنسيقها ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة السياحة، هل دي مش كافية للدول دي؟ لازم يكون في تحرك، ولازم يكون في تحرك ايجابي جدا وسريع جدا، لان اللي جاي بعد كده خطر. قفلة المنشآت بالشكل ده كده فعلا خطر. حتى الاقتصاد المصري نفسه بيتأثر بشكل سلبي جدا لما قطاع السياحة بيقف، واحنا اتكلمنا اكتر من فيديو عن الاقتصاد سوري الايرادات السياحية والاقتصاد المصري والتأثير الايجابي والسلبي عليه. نتمنى ان احنا نشوف الفترة اللي جاية دي تحركات ايجابية من الحكومة المصرية ومن وزارة السياحة تحديدا مع الدول دي، ويكون في تواصل مع العاملين بقطاع السياحة زي اي وزارة ما عندها جهة اعلامية وبتؤبديت على طول الناس بيها. احنا برضو محتاجين ده من وزارة السياحة، واتمنى ان يكون الكلام ده في وقت قريب وبسيط جدا. في بعض المصادر اللي موجودة في الفيديو ديسكريبشن، وانا بدعو حضراتكم ان انتوا تشوفوها. كل الاخبار اللي انا قلتها دي ليها مصادر اوريدي، وانا حطت اللينك كله اللينكس كلها بتاعة المصادر دي موجودة في الفيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو، فياريت حضراتكم تبصوا عليها، وكمان تشرفونا بسبسكرايب لو ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. ولو ما شفتش الفيديوهات القديمة ياريت تتفرج عليها، وياريت تشرفنا بلايك لو الفيديو ده كنت انت مهتم بيه او عجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى التوفيق للقطاع، واتمنى التوفيق لكل العاملين بقطاع السياحة، واتمنى ان شاء الله يا رب ان الازمة دي تعدي بسرعة جدا وفي اقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.